السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام. ومرحبا بكم ورقتنا لهذا اليوم. أنا وزميلي الدكتور محمد حميد بعنوان برنامج إحصائيات القرآن الكريم باستخدام ماي اس كيو ال اند بي اتش بي، وهي تقريبا تطبيق عملي باكج. سأستعرض بعجالة الباوربوينت لأتفرغ إلى أريكم الجانب العلمي من البحث. ففكرة النظام تبدأ بأنه قسمنا القرآن الكريم إلى صور، والصور إلى آيات، والآيات إلى كلمات، والكلمات إلى حروف، وكل واحدة منها خزنت في قاعدة بيانات، حيث كما نشاهد أن القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، عدد الكلمات من إلى الآيات من إلى الكلمات، ونلاحظ الفرق بأنه بالكلمات هنالك في سورة البقرة عددين، الأول أنه أخذنا القرآن الكريم ليس بالرسم العثماني والآخر بالرسم العثماني، وهنالك فروق في الكلمات في عدد الحروف بالنسبة للتشكيلين، يعني الرسم العثماني والرسم غير العثماني. وبداية نحن يعني هذا البحث تقريبا عملنا عليه تقريبا من 4 سنوات، كانت البداية مع النسخة من قرآن حصلنا عليه من موقع تنزيل، لاحقا حصلنا على نسخة بالرسم العثماني من مركز الملك فهد، الحقيقة مصحف المدينة المنورة، فكانت البحث أضيف إليه التشكيل العثماني. ومن الغاية من الحقيقة الفائدة من هذا التقسيم أنه نعرف عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف. فمثلا سورة الفاتحة قسمت إلى 7 خزنت بهذا الشكل، وصورة آخر سورة، سورة الناس، أيضا نشوف أنها مكونة من 6 آيات، ما يدل على أن مجموع آيات القرآن الكريم هي 6236، حيث أعطيت لكل آية آي دي نمبر تميزها عن بقية الآيات. أيضا الآيات أو قسمت إلى الحروف اللي تكون منها، فمثلا الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم قسمت إلى الكلمات اللي تكون منها، وأيضا أضيفت لأغراض السيرش حتى نسهل على أي شخص يشتغل على البحث، سواء كان مختص بالحاسبات أو غير مختص بالحاسبات، أنه جردناها من التشكيلات. لكل كلمة هنالك ترتيبها في هذه الآية، وبيا صفحة، إيش قد طول الحروف، كم حرف، بيا جزء، بيا حزب، بيا ربع. وآخر سورة، آخر آيتين من سورة الناس كانت مثل ما تلاحظون أنها أخذت تسلسل 77,797، وهذا أنه عدد الكلمات بهذا العدد للمصحف ليس بالرسم العثماني. ما بالرسم العثماني يختلف، وراح نشوفها إن شاء الله. عدد الحروف مثلا الآية الرابعة من سورة الفاتحة جزأناها إلى الحروف اللي تكون منها، وكذلك كلمة الكافرين في آخر سورة البقرة نشوف الحرف اللي تكون منها 8، وبهذا نستطيع أن نحصي عدد الحروف. الفرق بين التشكيلين أنه هنالك بعض الكلمات تعتبر كلمة واحدة في المصحف الرسم العثماني، أما بالرسم غير العثماني تعتبر كلمتين. فنشوف مثلا يا أيها، يا النداء في المصحف العثماني كتبت بالمصحف العثماني الإلكتروني بدون سبيس، بينما بالرسم غير العثماني في المصحف الإلكتروني كتبت كلمتين. فهذا كان السبب، ونشوف أنه الفرق في الآية أن هنالك 11 كلمة بينما بالرسم العثماني 12 كلمة. يعني فقط في القرآن الكريم هنالك 142 كلمة يا النداء، فهذا يعطينا فروقات 142 فرق فقط في كلمة النداء، بينما بعدما في المصحف العثماني تكتب كلمتين، لكن في المصحف الغير عثماني غير يكتب كلمة واحدة، وهذا السبب يعطينا الفروقات بين الاثنين. فقط في سورة البقرة هناك 25 فرق. عدد الكلمات بالمصحف العثماني شفناها أنه كانت 77,442، بينما بالمصحف العادي غير العثماني 77 عدد الكلمات، عدد الحروف، والآيات نفسها
متشابهة والفروقات نشوفها بيناتهم بين كل صورة وصورة. حتى نعالج الرسم العثماني ما نستطيع أن نكتفي بالحروف العربية من الألف إلى الياء، لكن لازم نضيف لها الحروف التشكيل اللي هي الثمانية حتى نقدر نستعرض ونتواكب مع الرسم التشكيل العثماني وكذلك الحركات. حركات مثلا احنا يعني كمثال واحد إمكانية النظام مالتنا انه انطيني كم مرة كررت الوقف جواز الوقف اللي هي الجيم، شفناها انطيني البرنامج مالتنا ونظام مالتنا انطيني 2079 مرة كررت الكلمة يعني حرف جواز الوقف في القرآن الكريم، تبدأ من الآية 19 في كلمة الموت تنتهي مثلا في النصر واستغفر. أيضا الوقف جواز الوقف في أحد الموضعين تكررت في ثلاث مرات في ثلاث حقيقة آيتين في سورة البقرة وسورة المائدة في ثلاث مواقع. آية السجدة أيضا البرنامج ممكن أن يعطينا كل المواقع اللي ذكرت فيها وأيضا رقم الصفحة رقم الصورة. الشغلة الحلوة بالنظام اللي أنا أعتبرها أنه آني على كل نحن على كل حرف تشكيل ممكن أنه يعطيني كم مرة تكرر في القرآن الكريم، وهنا مثال على حرف الحاء في القرآن الكريم نشوفه تكرر 391 حرف الحاء المضموم وليس الحاء كرر 393 ممكن أن أشوفكم العملي كيفية إيجاد هذا العدد. الجانب العملي النظام ماني يتكون من 17 شاشة ثانوية، لكل شاشة هنالك وظيفة أديها، فمثلاً الشاشة الأولى والبحث عن كلمة مجرد في القرآن الكريم راح نشوفها عملياً، فخلي نطبق الجانب العملي ونشوف نعم. فضيلة الدكتور تبقى لديكنا الوقت 3 دقائق. دقيقة لحظة واحدة فقط لأن تخلص تطلع الجانب العملي. إحصائيات القرآن الكريم نعم، فهذا خلي جيب هنا خلي صغر الشاشة شوي حتى تشوفوها. هذا هو الواجهة مال النظام وتتكون من البحث عن كلمة مجردة، فمجرد أن نكليك عليها راح يقول لي ادخل الكلمة، راح أدخل الكلمة فمثلا كلمة موسى مجردة في القرآن الكريم أنطاني عدد الكلمات في القرآن الكريم لكلمة موسى 105 موجودة الكلمة highlighted أبيا آية أبيا صفحة وتسلسلها ونشوف أنه العدد 105. ممكن أنه أني أستعرض عدد الكلمات مع اللواصق اللي هي البداية والنهاية اللواحق نسميها اللواحق والسوابق، فمثلا أيضا كلمة موسى راح نشوف أيضا كلمة موسى تكررت 126 وكان إشكال بالهذا. أما الممكن أنه نستعرض عن صفحة محددة مثلا كم مرة تكررت في صفحة 100 لفظ الجلالة مثلا، فلفظ الجلالة تكرر 4 مرات في هذه الصفحة بدون إضافات، أما إذا كان إضافات مع اللواصق فلو أدخل أيضا رقم الصفحة 100 والكلمة لفظ الجلالة راح أشوف أنها تكررت 7 مرات بأخف الله بالله بالله وإلى آخره. كثير من أيضا عندي تلاوة، أنا راح شوية أستعجل، من الممكن أن يعطيني تلاوة لأي صورة بقراءة القراء، كنا نفضل أن هناك تخار القراءات 10 لكن حصلنا على القراءات اللي أمامكم، ومثلا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الستار فاضل الأستاذ جامعة الموصل أهدانا صورة البقرة وصورة الفاتحة، فأنا ممكن أنه أنا أقدر أقرأها وأقدر أسمعها، ممكن أنه نسمعها بالصوت.
فممكن الآخر شيء خلي أشوفكم أنا الحقيقة إحصائيات، مثلا إحصائيات كلمات الحروف، عدد كلمات الحروف، شوف أنه هذا بالفاتحة عدد آياتها، عدد كلماتها، عدد حروفها بعمق الصفحة وإلى صورة الناس. ممكن أنه كتاب حروف جزء معين في القرآن الكريم، اختار جزء مثلا الأول يعطيني كل الديتيل مالته. ممكن اختار تكرار حرف في مجمل القرآن الكريم، ومثلا حرف الضاء أعطاني تكراره 853. آخر شيء احنا ضفنا أحكام التجويد، ومن الممكن أنه اختار الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء، جميع حالات التجويد للصورة، مثلا صورة البقرة، وخلي اختار آية الدين وأنشوف أنه يعطيني الآية ويعطيني كل أحكام هذه الآية، وأيضا ممكن أن أسمعها، أنطاني هنا إخفاء، إظهار، إدغام، لكل الحالات. أنا ما استعرضت كل إمكانيات النظام، لكن أنا عندي استعداد أنه لأي شخص يريد النظام هذا ممكن بارك أنه الله فيك. نكون. فشكرا جزيلا.